حول هذه الحرب ينضم إلينا عبر سكايب عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. سيد الفرحان، في البداية لو بدأنا بالحديث عن الوضع الإنساني لنازحي الموصل، كيف هي أوضاعهم اليوم خاصة في ظل هذه الظروف الشتوية القاسية؟ نعم، أعلن رئيس الوزراء بغداد في يوم 17 أكتوبر 16 عسكرية قد بدأت نحو الموصل، وهذا الإعلان لم يسبقه أي عمليات ميدانية أو إنسانية تسبق هذه العمليات العسكرية في النزاع المسلح. دائما الحكومات والدول تأخذ على عاتقها احترام قواعد قانون الدول الإنسانية المطبق في حالات الحرب، فهذا العبادي لم يكن على علم أو دراية بما يجري على في مدينة الموصل، وبدأ ضربته الاستباقية في الهجوم على مدينة الموصل دون أي تحركات إنسانية من توفير المناطق الآمنة ولا توفير غذاء ولا الدواء اللازم الذي سيجنب المدنيين القصف أو يجنب المدنيين الاعتقال. الحكومة على مدراية من الأوضاع الإنسانية تتفاقم يوم بعد يوم، المنظمات هي تقول يعني أكبر كارثة إنسانية حلوة في المنطقة، كل هذه هي المؤشرات ولم تأخذ على عاتقها لا المنظمات الدولية ولا الحكومة العراقية الحالية تقوم بإيقاف هؤلاء النازحين أو بالإمكان أن تقدم لهم المساعدة الإنسانية في شتى في شتى الظروف، وخاصة نعم. الآن في أجواء باردة وقاسية تعرض الكثير من المدنيين إلى أنهم سيتعرضون إلى الأمراض الكثيرة، منها يعني بافتيا وغيرها من الأمراض الجلدية التي انتشرت في كثير من المخيمات النازحين، سواء كان في يعني مخيم قازر أو مخيمات كثيرة على جانبي الموصل. طيب سيد عمر، يعني وزارة الهجرة العراقية وثقت قرابة 137 ألف نازح، في البداية تأكيدك أو تشكيككم في هذا الرقم، وأيضا كيف للدولة العراقية اليوم المساعدة في الاحتياجات الأساسية لهم، وإن كان هنالك دعم دولي أو صندوق مخصص لهم؟ نعم، العدد هو يعني أكثر بكثير مما تقوله منظمة الهجرة أو ما تقوله وزارة الهجرة العراقية. حكم أقرت المنظمة المتحدة ومتحدثيها 137 ألف نزحوا خلال ما حدث الموصل وإلى اليوم، الأعداد يعني مستمرة في يوم بعد يوم في تزايد، يعني كل يوم 3000 إلى الموصل، وحقيقة أن هنا ضعف هذا العدد هو موجود الموصل، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والسجن الكبير، حيث قطع التحالف الدولي والقوات الحكومية الجسور والإمدادات عن هؤلاء النازحين والباقون في الداخل. الحكومة الحالية سرقت كثير من الأموال المخصصة للمهاجرين والنازحين، الحكومة تفرض عتاوات وتاوات على المساعدات الغذائية التي تأتي من الخارج إلى العراق، حيث تفرض هذه القوات الحكومية المبالغ الجمركية على هذه المساعدات الإنسانية، والتي لم يفعلها أحد في التاريخ المعاصر ولا القديم، بأن تأخذ دولة مساعدات إنسانية تأخذ الجمارك على هذه المساعدات الإنسانية. نعم، شكرا سيد عمر. نعم، فقط لضيق الوقت شكرا جزيلا لك، تمنينا أن يكون الوقت أطول. السيد عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، بالتأكيد سوف يكون لملف العراق حضور في السابعة خلال 2017. السابعة انتهت، إلى اللقاء.